تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يتفقد مراحل إنجاز المشاريع الخدمية والصحية في الضلوعية ويتعهد بسرعة الإنجاز لتحسين خدمة المواطنين. كما توقعته قناة صلاح الدين قبل أيام، تقرير بريطاني يؤكد وساطة إيرانية لمنع انشقاقات البيت الشيعي في المرحلة الانتقالية. العراق ومصر والأردن يطالبون بوقف حرب لبنان، وخبراء ومختصون يحذرون من إطلاق يد إسرائيل لتدمير منظومة النفط والكهرباء. حملة انتخابات برلمان كردستان تبدأ ساخنة بين الديمقراطي والاتحاد، و57% من النساء يتعرضن للتحرش بقطاع نفط البصرة. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.